تبارك إلهنا كل حين الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين. دخلنا هذه الفترة زمن المجيء، أي هو الوقت الاستعدادي على الأقل 4 أسابيع لعيد ميلاد السيد المسيح المجيء. أريد أن أتابع قراءات يوم الأحد حسب الطقس اللاتيني، ليس لأهمية الطقس اللاتيني خصوصا في جنوب فلسطين، بل بسبب شأن هذه القراءات من أشعياء النبي فصل 63 آية 16 وتابع. يقول: أنت يا رب أبونا وفادينا. في عقلية العهد القديم الله أب فقط للشعب العبري، ولكن في عقلية العهد الجديد الله أب للجميع، للكل. وعلى هذا الأساس يسوع يقول لنا عندما تصلون قولوا أبانا الذي في السماوات. هذه العبارة التي كان يحتفظ بها باحتكار عنصري شعب العهد القديم. لما أضللتنا يا رب عن طرقك، بالعبراني تطعين، وقسيت قلوبنا عن خشيتك، عن مخافتك، بالعبراني تقشيح. طيب السؤال: هل الله يضل؟ هل الله يقسي القلوب؟ لا، هذه صيغة من اللغة الكنعانية القديمة التي لا يوجد فيها فعل غير فعل أفعل، يعني جعله يفعل كذا. مثلا واحد حج، أبوه بده قبل ما يروح أبوه بده يحججه، أو ما يعني إذا وزن فعل أو وزن أفعل في الكنعانية وزن هفعيل. هفعيل يعني للوهلة الأولى يعني جعله يفعل، جعله يضل، جعله يقصر. ولكن المعنى هو تركه يضل، تركه يقصر. وعندما يستشهد السيد المسيح بأشعياء 6 في إنجيل متى كما ألهمه الله وأوحى به إلى البشير لاوي متى فصل 13 عفوا، ماذا يقول يسوع عندما يستشهد بنص أشعياء؟ أعتقد 6 بيقول، عن إذنكم دقيقة عبر ما نلاقي النص. إباخينثي غار إكارذية تلون توتو، يعني غلظ قلب هذا الشعب. عفوا، في نص أشعياء غلظ قلب هذا الشعب، أنت قسي قلب هذا الشعب. الله يخاطب مين؟ يخاطب النبي. طيب ما معناها؟ إنه هاي وصية أمر إلهي للنبي انه النبي يقسي عفوا قلب الشعب، ولا خلي شعبهم، خلي قلبهم قاسي؟ ما انه هم بدهم يقسوا قلوبهم. ليه؟ لانه هم سدوا اذانهم عن السماع وحجبوا عيونهم عن الرؤيه. هم ما بدهم لا يسمعوا ولا يروا، إذا غلظ قلب هذا الشعب. وإحنا الساميين، إحنا العرب شاطرين إنه كل شيء ننسبه لربنا. طبعا الخير يجب أن ننسبه إلى الله، أما الشر الخطيئة في ناس بيقولوا حسب كلام من الله، لا منا إحنا. وكمان قديس يعقوب أول أساقفة المدينة المقدسة بنبهنا عن هذا الشيء. في الرسالة الأولى إلى أهل كورنثوس، الرسالة القانونية الأولى فصل 1 آية 3 وتابع، قديس بولس بيقول لهم
إن أغنيتم في فنون الكلام وأنواع المعرفة، لأنه كان عندهم في كورنثوس مدارس للفلسفة للحكمة ومدارس للخطابة. عشان هيك القديس بولس بيقول لهم أنا لما أتيت إليكم لم آتي إن دي صوفيا تو لوغو، لم آتي بحكمة الكلام. الحكمة تلميح إلى إيه؟ إلى مدارس الفلسفة في كورنثوس، والكلام ولوغوس تلميح إلى مدارس الخطابة. وكان بالنسبة لكورنثوس أذكر طبعا يذكر التاريخ إنه أهلها كانوا يفتخرون بأنه أحد أبناء كورنثوس كان الفيلسوف العظيم ديوجينيس. ديوجينيس الذي قال الإسكندر الكبير المقدوني أبعد عن شمسي، أنت قاعد تحجب عني نور الشمس، أبعد عن شمسي. أما الخطيب العظيم ديموستنس فرفض أن ينزل إلى المستوى الدنيء الذي كان موجودا بعيدا منكم في كورنثوس عند بعض أحياء أو بعض شعب كورنثوس، وقال لا أريد أن أشتري الندم بثمن هكذا باهظ. إذن الفلسفة ديوجينيس، الخطابة ديموستنس. في رسالة في قراءة الإنجيل الطاهر فعلا قلتها رسالة، يعني الإنجيل الطاهر يقدم لنا رسالة كما أوحاه الله وألهمه للبشير مرقس، يوحنا مرقس تلميذ مار بطرس وترجمانه، اللي مار بطرس كان يسميه ابنه مرقس. بسيد المسيح بيقول لنا احذروا واسهروا، فلازم نحذر على أنفسنا، على عائلاتنا، أبنائنا، بناتنا، مين بعاشوا، ماذا يقرؤون، ماذا يشاهدون، بمن يختلطون. وأحيانا مش ناقصنا الحرص، مش ناقصنا الحذر، مش ناقصنا السهر، أحيانا ناقصنا من الناحية الدينية المعرفة. يا ريت إنه القديس بولس يقدر يكتب لنا اليوم أغنيتم بالمسيح كل الغنى في فنون الكلام وأنواع المعرفة. كيف نحصل على المعرفة؟ نحصل على المعرفة في الكنيسة، نحصل على المعرفة في القراءات المقدسة اللي في الكنيسة، في العظة في الكنيسة، في الندوات، الاجتماعات، المحاضرات التي تقيمها الكنيسة، في المطبوعات التي تطبعها الكنيسة. وقد تم قبل أحدين أحد يسوع الملك تدشين مكتبة يسوع الملك في ساحة دير اللاتين بيت سحور فلسطين. سيداتي سادتي، لنبقى حذرين بالحذر والسهر. اسم ساهر إذن هو اسم يدل على إحدى القيم المسيحية، وساهر باليوناني غريغوريوس، غريغوريوس باليوناني، كثير ناس كانوا يسموا هذا الاسم. فياريتنا ونرجع لأسماءنا المسيحية المليئة بالقيم الإنجيلية المقدسة. وحتى إذا أتى السيد رب البيت يجدنا ساهرين لا نياما، وبقولنا أحسنت أيها العبد الصالح الأمين.